استمعت إلى مقطع للطريقة الركينية الصوفية، والمقطع ده فيه من الشرك والكفر والكذب ما الله سبحانه وتعالى به عليم. ولخصت لك الكلام هنا موجود. الركيني اللي بيتكلم قال في الرؤيا دخلنا، قال سلمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام قال لي شيخهم الكبير الركيني الكبير قال له أنا معك. الرسول يقول لي الشيخ الركينية أنا معك. فدخلنا على أبونا الشيخ إبراهيم رضي الله عنه في الرؤيا، وجدنا أبونا الشيخ رضي الله عنه في الباب، فقال لنا رضي الله عنه أدخلوا سلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلنا وجدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأربع أمواق خلف النبي صلى الله عليه وسلم بتصعد بتنزل، معي غلام صغير. الغلام قال الأربعة دول سيدنا جبريل عليه السلام وسيدنا ميكائيل عليه السلام وسيدنا إسرافيل عليه السلام وسيدنا عزرائيل عليه السلام. بعد ذلك القصة صلى الله عليه وسلم قال لأبونا الشيخ إبراهيم رضي الله عنه أنا معاك ومتابع معاك أي حاجة بلغة أهل السودان. يعني مش هم مع الرسول، الرسول معهم. الرسول عليه الصلاة والسلام زي ما قال الركيني البليد الكذاب المحتال، قال إنه الرسول قال لي شيخهم أنا معاك، يعني الرسول تابع له مش هم تابعين للرسول. وده والله إن جبنا أصغر شافع طفل يوريك إنه الكلام ده كذب، كونك تبقي الرسول عليه الصلاة والسلام تابع لطريقة صوفية وفي الصوفية للركينية ده كذب واحتيال، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال لقد خليه ده عاطل دجال. خليك معانا هنا، لأنه ربنا وده ما مجنون، ده ما مجنون. معقول اللي يجن لنا هنا ما يجين مع ناس البتيخ والبصل؟ دي ما علينا نحن. وإذا نحن ظنينا إنك مجنون نبقى نحن زادنا مجانين. ده صوفي بس، ده صوفي. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالمسلم تابع للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما ممكن الرسول يكون تابع لك. طيب قال الرسول قال لو أنا معاك ومتابع معاك كمان، أي حاجة قال متابعة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام متابع الدجل والنوبة والبدع تحت الطريقة الركينية والشرك. قال كمان الرسول قال الكلام ده بلغة أهل السودان، والله زي ده. قال الرسول عليه الصلاة والسلام، طبعا هم ما بيقولوا عليه الصلاة والسلام زي الناس كده واضحة، يقول لك صلعة وسلمة صلعة سلمة، الله يكسر رقبتك يا بليد يا باطل. طيب قال الرسول دخل معانا البنية وتحركنا نحو البنية، فعندما وصلنا البنية أول من دخل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قام أبونا الشيخ محمد أحمد الرفيع رضي الله عنه من قبر الشريف وأبر كل البنية. هسه ده كذب ولا ما كذب؟ أول حاجة السلف زمان لو في واحد جاء قال لهم أنا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في النوم بيقولوا له صفه لي وصفه لي عشان ما يكون كذاب، لكن ده نحن ولا بنقول له صفه لي الركيني الصوفي ده لأنه كذاب. أول كذبة قال الرسول قال له أنا معك تابع للطريقة الركينية وده كذب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال وإن كذبا علي ليس ككذب على أحد،
وإنه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الكذبة الثانية قال الرسول دخل معانا البنية القبة، يعني معقولة يا أخي؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي حرم القباب والأضرحة، اللي حرم منه هو الرسول عليه الصلاة والسلام. واحد صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم قال عليه الصلاة والسلام: فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوها مساجد، ألا فإني أنهاكم عن ذلك. الرسول ينهى النهي الشديد المؤكد عن البنية والقبور والبناء على القبور ومسألة القباب والأضرحة. يجي يخش مع الطريقة الركينية الصوفية، يخش معهم البنية، يزور البنية، يا مجرمين يا صوفية يا محتالين يا كذابين. والمقطع ده إن شاء الله نزلناه، ناسينه مننا؟ نزلناه وهذا ردينا عليه وحنرفعه. تمشوا وين؟ الحمد لله عندنا مجموعة كبيرة جدا من الناس اللي كانوا مع الصوفية، وناس كانوا عندهم شرك عديل، بفضل الله تابوا ورجعوا بفضل الله سبحانه وتعالى، بسبب الشغل ده، شغل ده ماشي قدام بفضل الله سبحانه وتعالى. قال الرسول دخل معانا البنية، والرسول قال لشيخنا إبراهيم الركين: نحن جينا زيارة للطريقة الركينية. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لأبونا الشيخ محمد أحمد الركين: نحن جينا زيارة للطريقة الركينية. أبونا الشيخ محمد أحمد الركين كان بيبكي دموع جارية ويقول: نعم سيدي، نعم سيدي، نعم سيدي. معقولة يا جماعة؟ قال الرسول جاء في الكلاكلة أبو آدم مربع ستة حسب ما هو قال، ودخل جوا قال لشيخ الطريقة الركينية: نحن جينا زيارة للطريقة الركينية. أهو قال شنو تاني؟ قال الرسول قال لأبونا الشيخ الركين: نحن في طرق صوفية قفلناها لغيناها يعني، وفي طرق خليناهم يشربوا منكم. الحديث صلى الله عليه وسلم قال لأبونا الشيخ محمد أحمد أبو كير: الطرق الصوفية دي في طرق نحن قفلناها بلغة أهل السودان، في طرق قفلناها، وطرق قفلنا بعضها وخلينا بعضها يشرب منه. طبعا الركينية دار يقمطر ونبيزهم فوق. قال الرسول قال في طرق قفلناها، السبب شنو؟ ما قال لكم السبب؟ لقى عندهم شنو؟ شرك ولا قلة أدب؟ ليه قفلوا؟ ده سؤال برضه يجاوبوا عليه، ده سؤال يعني مجرد سؤال، وإن داير أدلة على قلة الأدب راكدة عشان ما تقول لي ليه قلتوا كده والليلة. لا لا لا، نديك. تعرف علي اللبدي ولا ما بتعرف؟ في طبقات وضيف الله. تعرف علي وحيش الكان بجامع الحمار؟ تعرفه ولا ما بتعرف؟ ده صوفي ولي كبير عند الطرق الصوفية، من كراماته انه كان يزني بالحمار. ولا نديك زيادة في حاجات ما بتتحكي ذات. قال له في طرق قفلناها، وفي طرق قال خليناهم عشان يشربوا منكم من الركينية. اها، وقال الرسول قال للشيخ محمد احمد الركين والشيخ ابراهيم الركين، قال انه الشيخ محمد احمد الركين والشيخ ابراهيم الركين ديل تربيتي انا، واخلاقهم من اخلاقي انا. بعد ذاك الحديث صلى الله عليه وسلم قال الشيخ محمد احمد الركين والشيخ ابراهيم ديل تربيتي انا وخلق من خلقي انا. قال الشيخ محمد احمد الركين والشيخ ابراهيم ديل تربيتي انا وخلق اخلاق من اخلاقي انا. صلوا على النبي. بعد ذاك قال الركين مشى اشترى بطيخه للرسول وشقق عليه، والرسول اكل البطيخه. ابونا الشيخ ابراهيم الغزالي جاب بطيخه مدار الحديث صلى الله عليه وسلم.
الحي صلى الله عليه وسلم أخذ من البطيخة أكل وأعطاه لأبونا الشيخ إبراهيم رضي الله عنه. أبونا الشيخ إبراهيم رضي الله عنه أخذ من البطيخة أعطاني وأعطى الشخص الأخ المعاي والغلام المعانا. بالله ده المعواليك عليك الله. ولا في تاني حاجة نقولها للنازل؟ الكلام ده ما دره كثير رد يا أخي. يكفينا إنه النبي عليه الصلاة والسلام قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. دي كفاية. وده الناس والله من أجرم خلق الله عز وجل. لكن الطريقة الركينية خدعت كثير من الناس بمسائل. المسألة الأولى في الاسم، الطريقة الركينية السنية المحمدية للآخرية ما عندهم علاقة بالسنة ولا بالقرآن ولا بمحمد عليه الصلاة والسلام. ده طريقة بتاع الدجل وشرك بالله وكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان الركيني ذاته طلع المنبر ما لقى له خطبة يقوله، طبعا ما بحضره النازل، حك راسه جاي نجر له كطبة وقتي دليبة كبيرة خلاص. قال كان في شيخ صوفي والحيران قال جاع ومالق واكل، قال طلع فوق راس البيت. طالع فوق ليه؟ ما قلت والله ما فوق، انت مجنون ولا جنون؟ قال طلع فوق رفع يدينه لله وقال اللهم الحيران جعانين. قال فأنزل الله له فولا، قال الحيران تيك وحدين قلبوا هوبة وحدين زغرة النساوين. وكأني بذلك العبد الصالح صعد إلى سطح بيته وهو جايع وتلامذته جوعى ومر الخد على سطح البيت على التراب، تمرر بالتراب ثم بكى فقال اللهم أنت ربي إنهم يبكون إلي، يعني أطفاله، وأنا أبكي إليك وأنا أبكي إليك. فأنزل الله له غيثا، وغيث ليس من ماء، أنزل الله له غيثا من فول ومنع سطح البيت، صار يأكل ويطعم عياله ويتسطر على جيرانه. بالله عليك الذي علينا نحن. قال فأنزل الله لو فولا، فيه زي السمسم ولا ما فيه؟ فولا. قال جماعة بعدين يكبروا ونسوان زغرة، ونحن زي ذاته ما عرفنا جامع ولا محل بتاع سيرك أو محل بتاع قلة أدب. نسوان زغرة وحدين يقلبوا هوبة وحدين ينططن، ناس مجرمين ناس كذابين. والله تحضر الخطبة خطبة ذات فريدة من نوعها، لا كانت عند الإباضية ولا عند الخوارج ولا عند المعتزلة ولا عند الجهمية. خطبة جديدة بنج، خطبة كلها قلب هوبة وناس بنط فوق وناس واوين بزغرة. يا ناس ده دين، اتقوا الله، خافوا من الله سبحانه وتعالى. ده دين، ده دين الصوفية. طيب لسه الكلام لسه. قال وأعطينا الحبيب صلى الله عليه وسلم، أعطيناه بطيخة قال أها. وقال لما وصلنا الزاوية الركينية في الخرطوم أبو آدم مربع ستة، نزل سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا عزرائيل. فلذلك انتهينا لزاوية أبونا الشيخ في أبو آدم، أبو آدم مربع ستة الزاوية الركينية. أبونا الشيخ رضي الله عنه عمل توسعة بالناحية الجنوبية ورفع أعلام وأوقف حرس مسلحين، وعمل توسعة بالجهة الشرقية وأوقف حرس ورفع أعلام برضو حرس مسلحين. بعد ذلك رجعنا مع أبونا الشيخ رضي الله عنه لحدي والدروكير وقال لنا خلاص أرجع. فلما رجعنا وصلنا ونحن مشرفين على نهاية الرؤية، أول ما وصلنا الزاوية الركينية نزل سيدنا جبريل عليه السلام، ونزل سيدنا ميكائيل عليه السلام، وسيدنا عزرائيل عليه السلام، وسيدنا إسرافيل عليه السلام. ما في ملك اسمه عزرائيل. ما هو الدليل يا صوفي يا ركيني على انه في ملك خلقه الله اسمه عزرائيل؟ ما هو الدليل؟ من الكتاب او من السنه؟ وين الدليل؟ ما في ملك من الملائكه اسمه عزرائيل ابدا. ده كذب بتاع صوفيه، وده يوريك انه القصه دي كلها كذب، لأنه قال جانا جبريل وميكائيل ومعهم عزرائيل. كذاب، لأنه ما في ملك اسمه عزرائيل.
أبدا. أما ملك الموت اسمه ملك الموت. الدليل قال الله تعالى في القرآن الكريم: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ما في ملك اسمه عزرائيل. بعدين جبريل وميكائيل جو آدم وربع ستة بتين. جبريل عليه السلام ما بينزل إلا على الأنبياء، ديل دارين يطلعوا الركين نبي، والله عيشنا وشوفنا. قال جبريل نزل لهم هناك في، قال عديل، قال في الخرطوم أبو آدم مربع ستة. فلذلك انتهينا لزاوية أبونا الشيخ في أبو آدم، أبو آدم مربع ستة زاوية ركينية. أها بعد ذاك يا مجرم، قال وسيدنا جبريل عليه السلام قال نحن جينا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال جبريل يتكلم بلغة أهل السودان إلى الشيخ إبراهيم الركين. فسيدنا جبريل عليه السلام قال نحن جينا بلغة أهل السودان، قال نحن جينا بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم عشان نكون مع الشيخ إبراهيم. وده كله كذب، ما بيحتاج ذاته لكثير كلام، ده يكفي في الرد عليه حكايته بس تحكي بس. أها بعد ذاك قال وقائد الأولياء يسمى الغوص، وده وارد في السنة وعلى لسان الرسول. أبونا الشيخ محمد أحمد الركين هو الغوص الأعظم. وقائد الأولياء يسمى الغوص، والغوصية عندما في الطريقة الركينية صلوعة النبي كله الطريقة سدى أبونا الشيخ محمد أحمد الركين رضوانه، وهو الغوث الأعظم. وده الشرك بالله والكفر بالله. البغيس الناس منه يا جماعة، هل الركيني ده مشرك وخايب ينادي ست مريم؟ انت ما تنادي لك راجل عشان تبقى كافر وعندك شوية رجالة. المهم قال أبونا الشيخ محمد أحمد الركين هو الغوث الأعظم. البغيس منه يا جماعة، من الذي يغيث؟ الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فالبغيث الله، ما الركيني ولا البرعي ولا غيره. وده كله كلام كذب وكفر بالله سبحانه وتعالى وكذب على الله عز وجل. ومن المنبر ده بنحذر من الطريقة الركينية ومن جميع الطرق الصوفية، تجانية سمانية غيرها، حرام تنتمي لها، لأن ربنا قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا الله قال لست منهم في شيء، يعني ما تنتمي لهم. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.